أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. إيش؟ تعارض. وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض، فهل نقول في الجمع بينهما الأمر في حديث بسرة للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وقيل إنه إن الجمع بينهما، إذا قلنا الأمر للوجوب، إن الجمع بينهما أنه أن يحمل حديث بصرة على من مسه لشهوة، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة. والتعليل يدل على هذا الجمع. ما هو التعليل يا أخ؟ لا 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 اللي على يمينك. لا لا لا، التعليل في الحديث. يبدو أن قلبك غير حاضر. أجب، صح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. لا ما هو حاضر. نعم، لقوله إنما هو براءة منك، فيكون إن مسه لشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة، فيكون فيجب عليه، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. لكن إذا قلنا لا يجب، ألا يمكن أن نقول يستحب؟ الجواب بلى، نقول إنه يستحب. فإذا قال قائل كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدا سألكم عن شخص مس أذنه أيستحب أن يتوضأ؟ قلنا لا. إذن لماذا؟ نقول احتياطا، لأن هذا أعني مس الذكر ورد فيه الأمر بالوضوء بخلاف مس الأذن. وعلى هذا فيكون خلاصة القول إن مسه لشهوة إيش؟ وجب عليه الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا. وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح، لأن ابن المديني رحمه الله يرى أنه أرجح من حديث بصرة، والبخاري يقول إن حديث بصرة أصح شيء في هذا الباب. ولا يخفى أن البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث بصرة، على حديث طلق، لا يخفى عليه، ولكنه يرى أن هذا أصح شيء في هذا الباب. ونقول لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا. طيب، بقي علينا مس الأنثيين، هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، حتى وإن كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. أيضا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوءه؟ نقول ظاهر الحديث لا، وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة، لكن هنا ينبغي الوضوء. مثلا لو أن المرأة توضي طفلها الصغير، يعني قص بالوضوء يعني تطهره من النجاسة وتمس ذكره، هل ينتقل وضوءها؟ لا ينتقل، لأنها قطعا لن تمسه لشهوة، ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث. أيضا مسألة لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث من مس فرجه، وعلى هذا اللفظ نقول إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. أولا نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف للأصول؟ نقول أتى به رحمه الله ليبين حال هذا الحديث وأنه ضعيف، ولأن بعض العلماء أخذ به فأتى به ليبين مرتبة هذا الحديث وحاله، وأن من أخذ به فهو قد بنى على حكم على حديث ضعيف. فلنشرحه أولا، بعد ذلك نشرحه. من أصابه قيء، القيء خروج المعدة، خروج الطعام أو الشراب من المعدة، أو رعاف خروج الدم من الأنف، أو قلس خروج الطعام أو الشراب من المعدة لكن ملء الفم فقط، يعني مو كثير، أو مذي هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه. فلينصرف من أي شيء؟ من المسجد، لكن الحديث الآن فلينصرف من الصلاة. قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. فهذا الرجل أصيب بهذه الأشياء وهو يصلي، نقول انصرف توضأ وابني على صلاتك ولكن لا تتكلم، لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة. لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعفه أحمد، عندي ضعفه الشافعي والدارقطني، لأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط والصواب إرساله. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، هو أيضا ضعيف من حيث المتن لأنه مخالف لأصول الشريعة. فإذا قلنا إن هذه الأشياء الأربعة إنها نواقض الوضوء، فكيف يصح البناء بناء آخر الصلاة على أولها مع وجود ناقض؟ هذا لا يمكن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة إنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ماذا يجب؟ يجب أن ينصرف ويتوضأ، فيكون هذا الحديث مخالفا له. ثانيا من منكراته هذا الحديث أنه قال ثم نعم وهو في ذلك لا يتكلم، فيقال سبحان الله الحدث لا يبطئ الصلاة والكلام يبطل، أيهما أهون؟ الكلام أهون. ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلا في صلاته أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن لو أحدث ناسيا بطل الصلاة. على كل حال هذا الحديث لا يصح، وإذا لم يصح لم يبنى عليه حكم. فلنرجع إلى هذه الأشياء. القي هل ينقض الوضوء؟ الصواب لا، لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به. ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله، يعني تو الآن أكل أو شرب وخرج تقيأ، والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير، أو كان قد تغير بأن أخذ مدة ثم تقيأ، فإنه لا ينتقض وضوء، لا القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير. طيب الرعاف مثله، نقول لا ينقض الوضوء حتى ولو كثر. فإن قال قائل أليس جاء في الحديث أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعى، ألا يدلها يرحمك الله ألا يدل هذا على نقض الوضوء بالرعاف؟ فالجواب لا، لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعف وهو يصلي فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة، وحينئذ لا بد أن يخرج، لأنه
لا يمكنه إتمام الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاة. وإذا كان الإنسان نهي أن يصلي وهو يدافع لقبتين فكذلك هنا سوف ينشغل. طيب القلس نقول إذا لم ينقض القيء فالقلس من باب أولى. المذي ينقض الوضوء لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توضأ وانضح فرجك فهو ناقض للوضوء. فصارت الثلاثة الأولى القي والرعاء والقلس كلها لا تنقض الوضوء، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا يقال فيه ما قيل فيه فيما سبق من جهة السؤال، قال: أتوضأ من لحوم الغنم، يعني إذا أكلها. فقال له: إن شئت، يعني إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني أنه يجب أن تتوضأ. ووجه قولنا يجب أن تتوضأ لأنه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئته، وهذا يستلزم أنه لا مشيئة له في أكل لحم الإبل وأنه يجب أن يتوضأ. جالس له؟ طيب لو أنه مس ذكر غيره إن شاء الله ينتقض، بينما لو مس غيره ذكر كامرأته لا ينتقض المرأة. لا ينتقض إيش؟ في حديث طلق قلنا لو أنه نعم مس ذكره نعم انتقض وضوه، لأنه سوف يجب لا انتقض وضوه إذا حصل شهوة. نعم، بينما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة نعم وضوها هي لا ينتقض. لا ما احنا قلنا ان الماس اذا مس لشهوة الذكر او الفرج لا فرق، وسواء ذكر غيره او ذكر نفسه. نعم، اذا مس الرجل ذكر رجل وفي كل منهما شهوة هل ينتقض وضوءه؟ نعم، اذا مس الرجل ذكر رجل لشهوة وكلاهما بشهوة انتقض وضوءهما جميعا. مثل يقال في فرج المرأة. نعم، مثل يقال في المرأة ايش؟ الرجل نعم كذلك متى حصل شهوة من الماس انتقض وضوءه. نعم عبد الله. لما لم نجعل مثلا يعني اذا مس ذكره بشهوة ولم يخرج منه شيء ما نقول انه غير نقض الوضوء، كما قلنا مثلا في نوبة المرأة يعني. هذا جيد، يعني يقول إن لماذا لا نقول إنه لا ينتقض الوضوء لشهوة كما لو مس المرأة. مس المرأة ما فيه دليل على وجوب الوضوء، يعني ما فيه الأمر بالوضوء من مس المرأة، لكن مس الذكر فيه الأمر بالوضوء ولا لا؟ لا لا. طيب هذا هو الفرق، وإلا فقياسك صحيح لا شك. أنه نقول إذا كانت العلة هو المس لشهوة فليكن مس المرأة لشهوة ناقض الوضوء، لكن نقول إن المرأة لم يرد في مسها الأمر بالوضوء. نعم يا سليم. الجمع بين التقبيل وبين مس الذكر يا شيخ، لأن التقبيل يمكن يوجب الشهوة أكبر وأكثر من مس الذكر. أي نعم. هذا أشكال الأخ عبد الله. ما سمعت. هو يقول إذا مس الذكر لشهوة لماذا نقول إنه ناقض الوضوء مع أن نقول لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض الوضوء؟ نقول لأن مس الذكر ورد فيه الأمر فيحمل الأمر على ما إذا كان لشهوة، مس المرأة تقبيل أو مباشرة من الفرج ما ورد فيه الأمر. تقبيل يا شيخ خصوص التقبيل إيه؟ يمكن أكثر شهوة من أي. نعم صحيح، لكن ما دام ما خرج شيء لم يجب الوضوء.
اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. فصار الخارج من الذكر اثنان مبتدأ حكمهما واحد خبر، لأن هذا تقسيم بعد ذلك. نعم يا علي نور. ايش ما يستقيم؟ لأنك إذا حملت على المسألة شهوة معناه أن على هذه القراءة أغفل ذكر الموجب الحدث الأكبر، واضح؟ الآية نعم صحيح في آيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، آية ثانية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض. نرجع إلى إيش؟ ما هو الأصل؟ حاتم النقل وأنا السريع الحمد لله، لأن الله لم يوجب علينا إلا ما علمنا أو غلب على ظننا أن الله أوجبه. الصواب أنه لا فرق بين باطن الكف وظاهر الكف. نعم انتهى. ايه نعم ايش الصوره اللي فوجئ. ايه ثم الشيخ لو قال قائل القياس كان بين الرجل فيقال له نفس الحكم. اي نعم وهو كذلك، لو مست المراه فرجها لشهوه فهو كمس الرجل ذكره لشهوه. سمع الى محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سلك العلماء رحمهم الله في حديث طلق بن علي وبصرة بن صفوان اللذين ظاهرهما التعارض، سلكوا مسلك الترجيح، فهل هذا المسلك صحيح علي؟ ها؟ لا. لماذا؟ نعم، لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. طيب كيف إمكان الجمع صالح؟ على نفي الوجوب، وحديث بصرة على إثبات الأسباب، ولا تعارض بين الواجب، نعم بين الواجب والمستحب. طيب أحسنت، أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسه لغير شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال إنما هو بضعة منك، ويحمل حديث بصرة على ما إذا كان لشهوة، وهذا أيضا جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق، وهذا أقرب الأقوال. ولكن مع ذلك إذا قلنا لا يجب الوضوء فيما إذا مسه لغير شهوة نقول ينبغي أن يتوضأ إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال إنه ضعفه أحمد وغيره، فما فائدة ذكره مع أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره؟ الأخ ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به، لأن بعض أهل العلم عمل به. أحسنت. طيب ما الفرق بين القيء والقلس أحمد؟ والقلس يعني أن القلس من ملء الفم فأقل، والقيء أكثر من ذلك. طيب هل قال أحد بأن القيء والرعاف
ينقض الوضوء قليل كثيره دون قليله؟ محمد شراف. نعم شيخ، هل هذا ينقض الكثير دون قليله؟ نعم، قال بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثير. المذي حجاج ينقض الوضوء؟ أي نعم ينقض الوضوء. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتوضأ بواسطة المقداد. طيب، أما حديث جابر بن سمرة فإننا لم نستكمل الكلام عليه، أليس كذلك؟ طيب، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم. كلمة رجل مبهم لم يعين، وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقع. وعلى هذا فلا يضر عدم معرفة الرجل المذكور بعينه، لأن المقصود هو الحكم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهذا يدل على أن من الأعمال ما يجوز فعله ولكن لا يسن، لكن إن فعله الإنسان فلا حرج عليه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الشيء إلى المشيئة يدل على أن الإنسان إن توضأ لم يأثم، إن توضأ لم يوجر، وإن ترك لم يأثم ولم يوجر. قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. نعم يعني توضأ. فقوله من لحوم ولحوم يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فإنه يسمى لحما، فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكرش والأمعاء وكل ما يسمى وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. واللحم عند ذكر الحل والتحريم أو ترتب الأحكام يشمل الجميع. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ومن المعلوم أن لحم الخنزير يشمل جميع ما أدخل جلده من لحم أحمر وأبيض وأمعاء وكرش وكبد وغير ذلك. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنها. ومن تتبع الأسئلة الواردة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين له أن قول بعض الجهال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل، لكنهم لم يتعمقوا التعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع بل الممتنعة الوقوع. الصحابة رضي الله عنهم يأتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون، لكنهم موفقون للعلم الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيا أو مطبوخا. وجه الدلالة الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفصل، فمن أكل لحم غنم نيا كان أو مطبوخا لم يجب عليه الوضوء. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا مما مست النار؟ قلنا بلى، لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب،
يعني الوضوء من مسة النار لقول جابر أظنه جابرا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء. وهذا الترك إنما هو لبيان الجواز وعليه فيكون قوله إن شئت عاما للحم المطبوخ واللحم الني. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد وأن العبد له مشيئة تامة لقوله إن شئت. وهذا وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس ألا وهي الجبرية الذين يقولون الإنسان ليس له مشيئة وإنما يعمل اضطراراً لا اختياراً. ولما قيل لهم إن هذا يستلزم أن يكون الله تعالى ظالماً إذا عاقبه على معصية لم يردها قالوا إن الله ظالم لو كان يتصرف في غير ملكه. والتصرف في غير الملك ليس ظلماً. نعم إذا كان قالوا إن هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه أما إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم. وهذا لا شك أنه قول باطل لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. وفي هذا دليل على إمكانه لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم. فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل وأن الإنسان له مشيئة. ولكننا ننكر قولا آخر مضادا له ألا وهو قول القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته لأن نعلم أن الإرادة إن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله عز وجل أي تابعة لإرادة الله وليس مستقل. والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكد ويأتيه مانع من الله عز وجل إما بصرف الهمة وإما بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وفائدة القول بأن نقول بأنها تابعة لمشيئة الله أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز وجل فإذا وقع تحققنا ذلك. أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئته هذه لا شك أنها مشيئة الله لكن قد يقع وقد لا يقع لأنه قد يحصل موانع قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد. وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا ولكنه لا يطلب من الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت. وهذا الذي قلته أنا له دليل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لأصحابه ويختم بقول هو الله أحد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله ولا يأثم به الإنسان. لكن هل نقول إنه سنة وأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ في الصلاة أن يختم قل هو الله أحد؟ لا نقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر به الأمة. غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباح. وكذلك سعد بن عبادة سأله أي تصدق بمخرافه أي بستانه ونخله على أمه بعد موتها؟ قال نعم. لكن هل نقول إن هذا سنة؟ لا. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة ذكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم ولم يذكر الصدقة. ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلف لثبت ذلك بالسنة القولية أو الفعلية.
لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه انك مبتدع، بل نقول هذا شيء اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا باس به. ففرق بين ان نقول هذا سنه مشروع للامه ان تقوم به، وبين ان نقول ان هذا لو فعله الفاعل فهو جائز. إذن نأخذ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ما قررناه الآن. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل لقوله نعم. فإن قال قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم تعطي الرخصة من وضوء الإبل، لأن الرجل سأل أتوضأ قال نعم، يعني ما في بأس، أليس كذلك؟ متأكدون؟ نعم. هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه منفصلا عن الأول، أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، يعني ما في مانع. لكن إذا قارنا قوله نعم بقوله في لحم الغنم إن شئت، دل ذلك على أن المعنى أنه ليس راجعا إلى مشيئتك، بل يجب أن تتوضأ، وهو كذلك. ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فقد أمر بالوضوء من لحم الإبل. فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه أي لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل وجب عليه الوضوء. يبقى النظر، هل هذا يشمل النية والمطبوخ؟ الجواب نعم، يشمل النية والمطبوخ. فإذا قال قائل هذا الحديث منسوخ لحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، قلنا سبحان الله، النسك لا يمكن أن يقال إلا بشرطين: العلم بالتاريخ وتعذر الجمع. وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعذر الجمع، لأن الأول ترك الوضوء من مست النار ناسخ لقوله توضأوا مما مست النار، هذا هو الذي يقابل هذا. وكلمة مست النار يشمل اللحم، لحم الإبل والغنم والبقر والطيور، بل والخبز. لكن الله خفف والحمد لله على الأمة ونسخ هذا. أما أن ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب، فالحديث محكم ثابت. فإن قال قائل اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود كالكبد وغير ذلك؟ فالجواب نعم، الجواب نعم. فإذا قال قائل هذا خلاف العرف، لأنك لو قلت للخادم خذ هذا اشتري به لحما وأتى إليك بمصران امتثل أو لم يمتثل؟ ما يمتثل، لا يمتثل. إذن المصران لا تدخل في اللحم. لو أتى إليك بكبد لم يمتثل. فيقال الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفية. الشاة عندنا في العرف ما هي؟ الأنثى من الظأن، وفي الشرع تشمل الأنثى من الظأن والمعز والذكر من الظأن والمعز. ففرق بين الحقائق الشرعية وإيش؟ والعرفية، فرق بينهما. والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية لأنه يتكلم بلسان الشارع فيكون شاملا. ثم نقول هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله ولحم الخنزير خاص باللحم الأحمر؟ فسيقولون لا، عام. نقول هذا أيضا مثل، هذا مثل عام ولا فرق. ثالثا نقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه أبدا،
هذا وجد في الشريعة اليهودية، حرم الله عليه سبحانه وتعالى بعض الحيوان، بعض أجزاء الحيوان لظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبين ذلك في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذه واضحة، حرم كل الحيوان، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إيش شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعض. فهذا حيوان واحد اختلفت أحكامه بحسب أجزائه، لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن. فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله إنه لا ينقض من لحم الإبل إلا اللحم الأحمر، لازم من ذلك تباعد الأحكام في حيوان واحد. فهذا إذا أكل من الكبد نقول توضأ صلي بلا وضوء ما دمت على وضوءك الأول، والثاني الذي أكل من اللحم الأحمر توضأ وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتغذى بغذاء واحد فلا فرق. فإن قال قائل يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجبوا الوضوء من المرق ومن اللبن، فالجواب التزم بهذا بعض العلماء وقال يجب الوضوء من مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل، وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع القياس على لحم الخنزير. لكن نقول إنه قد دل الدليل على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة وأصابهم من مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يقل توضأوا، مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبا، إذ أنهم قوم جهال في الشريعة يحتاجون إلى بيان. فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل، والمرق من باب أولى لا يجب. فإن قال قائل إذا أكل شيئا يسيرا كرأس العصفور مثلا يتوضأ أو لا؟ يتوضأ، نعم يتوضأ. هل يمكن أن نقول إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ؟ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الأسنان؟ الجواب هذا هو الظاهر، الجواب إن حتى هذا ما دام أكل شيئا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. فإن قال قائل فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا لله تعالى أن يحكم بما شاء، فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر لأن كل منهما يجزي عن 7 شياه؟ فالجواب لا نلحقه به، لأن هذا حكم خاص في الإبل فلا نلحق البقر بذلك. طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم الخنزير فأكل؟ الجواب لا، لأنه ليس إلا نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا. فإن قال قائل ما العلة إذن؟ نقول عندنا علة لا أحد ينكرها،
وهي أن هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي العلة، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة. ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف. أفهمتم؟ مع أن بعض العلماء رحمهم الله أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة، فقال إنه ثبت أن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين يعني أن طبيعتها الشيطان، وليس المعنى أن الشيطان أب لها أو أم لها، لا، كقوله خلق الإنسان من عجل، المعنى أن طبيعته العجل. هذا أيضا مثل خلقت الإبل من الشياطين يعني أنها طبيعتها الشيطنة، وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للإنسان أن يكتسب من هذا، يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو. والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة، ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ لإطفاء حرارة الغضب. فإن كانت العلة هذه فهذه العلة تعتبر كسبا، وإن لم تكن إياها فالعلة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إيش؟ أي لا، إذا قلنا إن هناك الوضوء، إذا قلنا في وإن تخلفت العلة في بعض الأشياء ما يهم، فإذا لم يجد ماء وجب عليه أن يتيمم. وما يدرينا لعل التيمم الذي يفعله الإنسان تعبد الله يطفئ حرارة هذه. نعم. أنا أرى أن اتباع السنة أولى، اتباع السنة مهما كان أفضل من كل شيء. فإذا علمنا أن بعض الصحابة أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لكن هو نفسه لم يفعله، ما نجعل السنة، نقول غير ما هناك أنك لا تأثم. نعم، إذا كان الحامل شيئا آخر كما جرى للصحابي الذي قال أنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها يكون مثابا من هذه الناحية. نعم. أيها يعني أهل العلم أو بعضهم كانوا يقسم السنة النبوية إلى ثلاثة، قولية وفعلية وتقريرية. صحيح. فما هو المثال الصحيح للسنة التقريرية حيث أن يعني كثير من قالت المرأة لما قال أين الله قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذه سنة إقرارية. لكن هذا الإقرار، إقرار هؤلاء الذي ضربنا أمثالهم، هذا إقرار تخالف السنة العملية، والسنة العملية أقوى من السنة الإقرارية. يعني لولا هذا، لولا أن الفعل الرسول يخالف هذا يقول هو سنة. أم يا سليم؟ الصحابي اللي يقرأ كله واحد بكل آخر الصلاة، الشيخ الصحابة يعملون الاحتفاظ، يعملون إيش؟ يعملون الاحتفاظ. نعم. قال ودون الاحتفاظ. نعم. بعض الناس لو يقتدي بهذا الصحابي يمكن يتخذ
يتخذها في سنه، هو يتخذها بنوع السنة. اي نعم صحيح صحيح. نعم نعم. أن إيش؟ أن المواظبة الشيء أو الفعل الذي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقول ليس بسنة. العلماء يقولون ليس بسنة، ولهذا قالوا لا يسن أن يقرأ الإنسان إذا زللت في ركعتين، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن قصد. إذ لو كان عن قصد لكانت السنة راتبة، كما راتب على قراءة سبح والغاشية في الجمعة أو الجمعة والمنافقين، وعلى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى في فجر الجمعة. ذكر هذا المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله، ونقله الناس عنهم راضين به. وهذا لا شك أن الإنسان إذا تأمله وجده عين الصواب، يعني كون الرسول يفعل شيئا لا ندري أنس أن فعله لتتأسى بالأمة مرة واحدة، ما نقول إن هذا سنة وأنه ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، لأنه لو كان الرسول يقصد هذه السورة بعينها لواظب عليه. صحيح. أنا أعطيكم قاعدة حتى لا يذهب الوهم، إذا فعل الرسول شيئا ودار الأمر بين أن يكون ناسيا أو مشرعا، فما الأصل؟ الأصل التشريع، الأصل التشريع لا شك. نعم ايش؟ ايش؟ فصيل صغيرة. فصيل؟ اي. يقولون ان الفصيل الصغير، ايش اسمك؟ ابكى. يقولون الفصيل الصغير لحمه اطيب من الكبير، ومع ذلك ان الانسان سوف يملا باطنه الى حلقومه منه. هذا نقول ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء. ينقض بلا شك. اي نعم. هل ذقت الصغير؟ ايه. اين احسن؟ صغير احسن. طيب. والمذهب يشير عندنا ما يضرب. نعم. المذهب عندنا ما يضرب. اي صحيح، المذاهب مختلفة. هو من مفردات الامام احمد. هو من مفردات الامام احمد، لكن غالب مفردات الامام احمد رحمه الله انه اتبع للسنة من غيره، لانه يعتني بالاثار تماما. وكما مر عليكم أن من أصوله تقديم الخبر الضعيف على القياس، مع أن من قواعد أهل الحديث أن الخبر الضعيف لا يعمل به، لكنه يقول هو خير من الرأي. ولا شك أن مراده بالخبر الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق أو تلقي الأمة له، وليس المراد الضعيف الذي لا جابر له، فإن هذا لا أظن الإمام أحمد ولا غيره يعمل به. نعم يا محمد. أي يقول لأن يدخل في قول مما مست النار لحم الإبل المطبوخ. بلى، لكن هل كل ما استدل به أحد يكون استدلاله صحيحا؟ الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته منذ الدنيا. قلنا أن الباب الذي لا تنفض الوضوء، استدلنا بالحديث القرآني. نعم. لو قال هؤلاء شيخ أن هذا قد يكون هذا الحديث متأخر عن حديث القرآني. التخصيص والتعميم مو شرط التأخر والتقدم، الخاص مو شرط المتأخر. نعم. معلوم. نعم. ما يحتاج تفصيل. هذا يقول هل يفرق بين المرق الذي فيه لحم والذي ليس فيه لحم؟ يعني هذا بيشرب مرق ومعه لحم يقول ما انتقض وضوئي، سده؟ حتى الأجزاء اليسيرة، ما دام قلنا لكم حتى الخلال، خلال الأسنان
ينقض الوضوء هذا من باب أولى. فجري إيش؟ إيش؟ ضيقه؟ ضيقه؟ شلون ضيقه؟ آه أنا عارف لو قلت الريق عرفته. ها إيش هو؟ وبلع شيئا. ها وش تقولون في هذا؟ نعم يعني يقول هذا مضغ اللحمة تماما، كل طعم اللحمة صار في فمه، فقيل له إن الحمبل فلفظها ثم بلع ما روحها في الواقع. ينتقد الوضوء ولا لا؟ الظاهر لا ينتقد، الظاهر لا ينتقد. نعم كالمرق خلصنا انه ما اكل اللحم لفظ اللحم. نعم لا الورق اللي ما فيه لحم لازم ما فيه لحم، اما مرق فيه لحم وبلع اللحم معه فهو ينتقد وضوءه. نعم يدل على وجوب الوضوء من لحم الابل، فما وجه الوجوب شرع شرافه؟ وجه الوجوب انه لما خيره بلحم الغنم لما خيره بين الوضوء وعدمه. نعم احسنت، لما خيره في لحم الغنم دل على ان الابل لا بد من الوضوء فيها وهو كذلك. قررنا ايضا ان لحم الابل يشمل جميع ما في جلدها. نعم لا لا ما هو هذا إيراد على قررنا ذلك لأن اللحم إذا أطلق يشمل جميع ما في البهيمة. تمام دليل صالح. نعم تمام صحيح. وأيضا أيما أكثر في الإبل اللحم الأحمر أو ما سواه؟ ما سواه أكثر، فكيف يعلق الحكم على الأقل دون الأكثر؟ وبينا لكم أن بعض أهل العلم رحمهم الله يعلقون الأحكام بالأقل دون الأكثر فيما دل عليه الحديث، وأن هذه طريقة ليست بصحيحة، وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وذكرنا مثالا لهذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حيث حمله بعض العلماء على صيام النذر، ومع أن صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل. طيب أوردنا على هذا أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون مرقه أي مرق لحم الإبل ناقضا للوضوء، فما الجواب؟ نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرنيين الذين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لم يأمرهم بالوضوء. وإذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم، فكيف بالمرق الذي هو منفصل وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم؟ واضح؟ طيب ولكن مع ذلك قلنا أن الأفضل أن يتوضأ، لأن بعض أهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب الوضوء من اللبن، لكنه لا يظهر أن ذلك واجب بل هو أفضل. هل يشمل اللحم النية والمطبوخ محمود؟ يشملها حتى النية؟ كيف عرفت ذلك؟ ها؟ أين؟ العموم لحوم الإبل العموم. طيب لو قال قائل إن هذا الحديث منسوخ
بحديث جابر ايضا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكيف الجواب؟ يقول لا يمكن قبول ادعاء النسخ إلا بشرطين. الشرط الأول معرفة التاريخ. نعم. والثاني عدم إمكان الجمع بين الحديثين. نعم. وهنا أولا لا يعلم التاريخ، وثانيا يمكن الجمع بينهم. لا، هو يعرف التاريخ، كان آخر الأمرين. كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مس النار. يقول إذا يمكن الجمع هنا. نعم. هنا النسبة عموم وخصوص. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار، لا من لحم الإبل، حتى نقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل فليس بوارد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، يعني الوضوء من لحم الإبل وهو كذلك. ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. سبق أننا أوردنا على المؤلف رحمه الله كيف يورد الأحاديث الضعيفة وهي لا يحتج بها، وبينا الجواب على هذا. نعم، لأنه هذا الحديث قد يحتج به محتج، فيبين المؤلف أنه لا حجة به لضعفه. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام إن صح عنه هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل. تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعا أنه فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته، فقال اغسلوه بماء وسدر، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كنا يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فهو فرض كفاية. وهل هو عن حدث؟ قيل بذلك إنه عن حدث، وبناء عليه إذا تعذر غسله يمم، وقيل للتطهير بدليل قوله للنساء إن رأيتن ذلك، وعلى هذا القول إذا تعذر تغسيله لكونه محترقا أو لعدم وجود الماء فإنه لا يمم، لأن الحكمة قد فاتت. ولكن نقول التيمم لا يضر، أن يمم إذا تعذر غسله. وقوله ميتا يشمل الصغير والكبير، حتى لو كان طفلا فغسله ثبت في حقه هذا الحكم. وقوله فليغتسل، ألف هنا رابطة للجواب، جواب من، واللام للأمر، فليغتسل، والاغتسال معروف. وهو أعني الاغتسال أن يعم بدنه بالماء، بدنه كله بالماء، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الأنف والفم من الوجه. ومن حمله فليتوضأ. من حمله قيل من أراد حمله، وأطلق الفعل على الإرادة لأن ذلك مستعمل في اللغة العربية كثيرا، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إليها. وكحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا كثير. فقيل من حمله أي من أراد حمله فليتوضأ، وذلك من أجل أن يكون متهيئا
للصلاة عليه. وقيل من حمله فعلا فليتوضأ، وحمل الوضوء على هذا الوجه، حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة. وأيضا فليتوضأ أي فلينظف يديه لمباشرتهما لحمل الميت، لكن هذا فيه نظر، لأن يديه وإن حملت الميت وباشرت الميت فالميت طاهر لا يحتاج إلى أن توصل الأيدي منه. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، ولكن أحمد قال لا يصح في هذا الباب شيء، في هذا الباب يعني باب الوضوء، أو في هذه المسألة الثاني هو المراد، يعني لا يصح في هذه المسألة الشيء. وإذا كان لا يصح بطل العمل به، لأنه من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحاً أو حسناً، وإذا لم يكن صحيحاً ولا حسناً فلا يعمل به. أما فوائد هذا الحديث ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان أو كبيرا، لظاهر الأمر في قوله فليغتسل، لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائد بالوجوب، يعني أن العلماء أجمعوا على أنه ليس بواجب الاغتسال من تغسيل الميت، وعلى هذا فيكون إيش؟ يكون مستحبا وليس بواجب. لكن هل نقول هذا على تقدير صحة الحديث، أو نقول كما ذهب إليه صاحب النكت أن الحديث إذا كان ليس بحجة يعني ضعيف ما يصل إلى درجة الاحتجاج فإنه يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب، وإذا كان نهيا حمل على الكراهة احتياطا لاحتمال أن يكون حجة. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تغسيل الأموات بقوله من غسل ميتا فليغتسل، واجب المشروعية أنه من غسل ميتا فليغتسل، واجب المشروعية أنه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا، ولو كان الاغتسال غير مشروع لم يترتب عليه شيء. ولكن من يباشر تغسيل الميت؟ الرجل يباشر تغسيل الرجال، والمرأة تباشر تغسيل النساء، إلا الزوجين فإنهما لا بأس أن يغسل أحدهما الآخر، وكذلك الرجل مع سريته لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وذكر العلماء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرها، على التقدير الذي ذكرنا في قوله ومن حمله فليتوضأ. ومن فوائده وجوب الوضوء للصلاة على الميت، على التقدير الذي ذكرنا أن من حمله أي أراد حمله ليصلي عليه فليتوضأ. ولا شك أن الصلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وعموم قوله لا صلاة بغير طهور. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب إلى آخره، ظاهر العبارة الموجودة عندي والظاهر أن هذا خطأ من الطابع، عن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه، ظاهرها أن هذا أبو بكر الصديق وليس كذلك، بل هذا عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وليس أبو بكر الصديق. ما أدري هل النسخ كلها فيها رضي الله عنه، من قال رحمه الله؟ عندك رحمه الله؟ هذا هو الصواب،
ولكن لابد أن تصح. ما هو التعليق؟ ابن محمد لما معكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله ابن محمد. ها؟ ابن محمد. طيب، ولأن عمرو بن حزم جد أبيه. طيب، المهم ما شاء الله هذا ركب غلطا على غلط. لا لا اكتب رحمه الله. أن في الكتاب، أن في الكتاب وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس. عمرو بن حزم هو جد أبي عبد الله بن أبي بكر، هو جد أبيه، وهذا هو وجه الصلة في كونه نقل هذا الكتاب المكتوب لعمرو بن حزم. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. في الكتاب ألا يمس، يفهم من هذا التعبير أن الكتاب فيه أشياء غير هذا، لأن قوله في الكتاب ألا يمس، إذن هناك مسائل أخرى في هذا الكتاب، وهو كذلك في مسائل كثيرة، وقد ذكر وصاحب الإلمام بكماله تاما في مسائل كثيرة في الديات وفي الزكاة وفي غيرها مسائل كثيرة، ولهذا نقل هذا الحديث بالتواتر واشتهر بين العلماء وقبلوه وفرعوا عليه مسائل كثيرة. أن لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد بالقرآن هنا ما كتب به القرآن، يعني المصحف، اللوح، الأوراق، الأحجار، هذا هو المراد. أن لا يمس القرآن لأنه ليس المراد القرآن الذي هو الكلام، إذ أن الكلام لا يمس ولكنه يسمع، والمراد ما كتب به القرآن، ما كتب فيه القرآن من أوراق وأحجار وغير ذلك. إلا طاهر، إلا طاهر، كلمة طاهر قال بعض أهل العلم أي إلا مؤمن، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان لم ينجس لازم أن يكون طاهرا، لأن النجاسة والطهارة شيئان متقابلان. وقال بعض العلماء إلا طاهر أي إلا متوضئ، ويعني طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فسمى الله الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستطع جعله تطهيرا. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وردوا على استدلال الآخرين فقالوا إنه لم يعهد في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما الطاهر وصف وليس يعبر عنه. وفتش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين المؤمنين بالطاهرين؟ لا يوجد، لكن وصف المؤمن أنه لا ينجس، فإذا كان كذلك فإنه لا يبعد، فإنه يبعد جدا أن يراد بالطاهر هنا المؤمن.
رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. المحدثون اختلفوا في وصله وإرساله، لكن شهرة هذا الكتاب وتلقي العلماء له بالقبول وتفريعهم عليه يدل على أن له أصلا صحيحا، وهو كذلك. وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوى به المرسل إذا تلقي بالقبول، فإن نقله بينه واشتهاره بينهم يدل على أنه صحيح، وهو كذلك هو صحيح. في هذا الحديث دليل على أن تبليغ الرسالة والشريعة يكون باللفظ المسموع وبالكتاب المقروء، وجه الدلالة أن هذه طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تارة يبلغ الرسالة بالقول وتارة بالكتابة. ومن فوائده عظمة القرآن وأنه يجب أن ينزه عن النجس، سواء قلنا إنه من كان محدثا أو قلنا إنه من كان كافرا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء لمس المصحف، وجوب الوضوء لمس المصحف لقوله لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا هو ما رجحناه أخيرا، وإن كنا بالأول نميل إلى أن المراد بالطاهر المؤمن، لكن بعد التأمل تبين لي أن المراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. وهل المراد أن لا يمس القرآن يعني القرآن الذي في الأوراق بمعنى لا يضع يده عليه، أي على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه؟ الجواب لا، المراد أن لا يمس الذي كتب فيه القرآن كله. وعليه فإذا كتب القرآن بوسط الصفحة فجوانبها لا تمس، لا يمسها المحدث. وإذا كان على المصحف قطع عليه جلد مقوية مقوات فإنه لا يمسها إن كانت لاصقة به، أما إذا كانت وعاء ينفصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس بمتوضئ. ومن فوائد هذا الحديث أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، سواء كان صغيرا أم كبيرا، يعني فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن إلا إذا تطهر، وهذا هو ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء إنه يرخص للصغار في مسه عند الحاجة، فإن الصغار يعطون شيء من القرآن إما باللوح وإما بأوراق خاصة كأجزاء، جزء عما جزء تبارك، ويشق أن نلزمهم بالوضوء. ولا شك أنه إذا كان هناك مشقة فإنه لا ينبغي إلزامه، لأن من دون البلوغ قد رفع عنه القلم، لكن يؤمرون ولا يلزمون. فإن قال قائل ما تقولون في من استدل لهذا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قلنا لا دليل في الآية، ليس في الآية دليل. يتبين هذا بتلاوته، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. وإن كان القول بأنه يعود إلى القرآن من حيث إن السياق في القرآن والحكم على القرآن، لكن يضعفه قوله إلا المطهرون وهي اسم مفعول، ولو كان المراد إلا من تطهر لقال إلا المطهرون أي المتطهرون.
فالآية ليس فيها دين على ذلك. لكن بعض العلماء استنبط وقال إنه إذا كان لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون فكذلك أيضا المصحف الذي فيه القرآن الكريم، ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا الاستنباط الذي قد يبدو بعيدا، إذ أن لدينا لفظ الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. كان النبي يذكر، ذكر العلماء في أصول الفقه أن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا وليس دائما، تدل على الدوام غالبا. كان يفعل يعني باستمرار، وهذا على إيش؟ على الغالب وليس على الدائم. والدليل على أنه على الغالب أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وجاء اللفظ الآخر كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. فلو قلنا إن كان تدل على الدوام دائما لكان في الحديثين تعارض وتناقض، لكن نقول إنها تدل على الدوام غالبا لا دائما. نعم نعم اي نعم الله لا تاخذ حكم المصحف مثل اللوح، اذا كتب على السبوره القران فانها لا تمس الا بطهاره، ولكن هذا المساله ما في اشكال. اذا كان الرجل يدرس صبيانا فالعصا معه دائما، يستطيع ان يمس بالعصا، لكن اذا كان يريد ان يكتب، اذا كتب مثلا اذا جاء نصر الله والفتح، الان ثبت انه قران مكتوب وهو الان في اثناء الكتابه، هل نقول ارفع يدك عن السبوره؟ فيه حرج في الحقيقه، واريد بذلك من ليس على وضوء، فيها حرج ومشقه، فانا اتوقف في هذا. هل نلزمه بأن يجعل في يده منديلا يتقي بها مس السبورة أو لا يلزم؟ إذا كان في السبورة مثلا كتابة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه في الموضوع، لا البسملة ما هي بقرآن، البسملة ذكر. لكن الشيخ يأخذ حكم التفسير إذا كان التفسير أكثر من القرآن. أي نعم إذا كان تفسير لا بأس، لكن أحيانا يكتبون الآية وحدها ويفسرها المدرس. يعني مكتوب في جانب منها غير القرآن، فهنا على العبرة بالأكثر. نعم بارك الله فيكم، هل سرية الرجل تغسله إذا مات قياسا على الزوجة؟ هكذا قال الفقهاء، هكذا قال الفقهاء، وفي هذا نظر، لكن الدرس ذكرناه استطرادا. وإلا من المعلوم أن السيد إذا مات انتقل ملكه إلى من؟ إلى الورثة، ولا علاقة له بها، بخلاف الزوجة. الزوجة تبقى أحكام النكاح عليها العدة والإحلال، ولا يحل أحد خطبتها وما أشبه ذلك. نعم إيش؟ نعم ها؟ النفس والحائض وش فيهم؟ ما هي مشكلة مس المصحف، تجعل قفازين على يديها وتمس. نعم لو أحيانا الطفل لتناول المصحف يريد الإنسان أن يحمل منه حتى يرفعه بعيدا عنه نعم على غير وضوء، نعم يريد أن يدخل الخلاء في جيبه المصحف وهو على غير وضوء، نعم ماذا يفعل؟ بسيطة سهلة، إن كان معه منديل أخذه بالمنديل.
إذا لم يكن معه منديل وعلى غترة أخذه بالغترة، لا بد أن يكون هناك فرج ومخرج. نعم. نعم. ما إيش؟ ما يكتب؟ ما الذي أعلمك؟ قبله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. أفهمت؟ لكن مع ذلك أنا أوافقك أن الرسول ما يكتب إلا يسيرا، ولكنه كتب أي أمر من يكتب. ودائما يطلق الفعل على السيد والرئيس والأمير ويراد به إيش؟ الأمر. ألم تسمع أنهم يقولون إن عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطاط؟ ها، أي أمر ببنيها. نعم. مس إيش؟ يقول شيخنا رحمه الله وقوله إن شاء الله صواب، يقول إذا كان الأكثر التفسير فالحكم له، وإذا كان القرآن فالحكم له. تفسير الجلالين الأكثر التفسير، هذا إذا لم يكن التفسير على هامش المصحف. أحيانا يكون التفسير على هامش المصحف، إذا كان على هامشه صار المصحف، لكن إذا كان بعض النسخ ما فيه إلا التفسير فقط فلا بأس أن يمسه. نعم يا سليم. نعم. كيف؟ اي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت بنته رضي الله عليه وسلم رضي الله عنها، وامر النساء يغسل منها ولا امر من بغسل. اي وامر كثير من هذا الباب ولا سمعت انها امر بغسل. هو بارك الله فيك، هذه مساله مهمه. اذا جاء الامر وصح الامر فليس بلازم ان نعلم ان الرسول وجه الامر لكل واحد، وليس بلازم ان نعلم ان كل واحد نفذ الامر. عندنا دليل خطاب نكتفي به، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكلة، لضاع أشياء كثيرة ما نعلمها عنها. لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول لا أصح في هذا الباب شيء، هذه العلة. فهمت؟ ثم يأتي أيضا علة أخرى، وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين. لكن انتبهوا للنقطة اللي ذكر سليم. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمغسلات ابنته يغسلنها ثلاثة أنساب ولم يذكر فإذا فرغتن فاغتسل، وقال الذي وقال في الذي وقصت ناقته يغسلوه بماء وسد ولم يقل اغتسل، وهذا في حجز الوداع. إذا لو ثبت هذا الحديث قلنا ما ليس بلازم أنه يأمرهم. لو قلنا أنه يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشق هذا ولم نتمكن. والأصل في المأمورات أنها معمول بها وأن منهيات متروكة، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال. رأينا إن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل فهو أفضل. الله أكبر. النهي الوارد في حديث عمرو بن حزم لا يمسك الوراء إلا طاهر يدل على الوجوب، وجوب الوضوء، وكون الحديث فيه ما فيه كل معنى يخفف هذا الأمر فنقول بالاستحباب. نعم، هذا تمام، يعني حسب القاعدة اللي ذكرها صاحب النكت، صاحب الفروع في النكت،
لكن نقول ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه، هذا يدل على أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء شهرته تغني عن إسناده. نعم 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 راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى تعلم. هذه مهمة مسألة عقلية، حتى نقول نمنع ما نمنع، هذه مسائل خبرية يرجع فيها للخبر. نعم نعم إلا طاهرون. نعم إيش؟ هذه أيضا تحتاج إلى معرفة قاعدة في أصول الفقه، النهي يشمل جميع الأجزاء. فإذا قلت لا تأكل هذه الخبزة، هل المعنى لا تأكل كله أو لا تأكل منها شيئا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني لا شك لا تأكل منها شيئا، لأن المنهي عنه مفسدة وجزءه مفسدة، بخلاف الأمر، الأمر لا بد تفعل الجميع. فهمت؟ هذه الحمد لله هذه من القواعد التي استفناها بهذا السؤال، النهي يتعلق بالأجزاء كما يتعلق بالكل، والأمر يتعلق بالكل، لكن الأمر الحمد لله يخففه، اتقوا الله ما استطعتم، فما لا يستطاع لا يجب. خطأ تسميع. طيب اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أخذنا حديث عائشة وفوائده، ها؟ طيب نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان، يذكر الله. يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا الذكر اللفظي باللسان، وهذا هو الظاهر، يعني أن يقول لا إله إلا الله. ويحتمل أن يكون عاما لذكر القلب والجوارح واللسان، لأن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الذكر بالقلب هو تذكر الله عز وجل وعظمته ورجاؤه وخوفه وخشيته ومحبته وتعظيمه وما أشبه ذلك، هذا ذكر الله بالقلب. وذكر الله باللسان التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك، وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل. وذكر الله بالجوارح كالركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة والمشي في الدعوة إلى الله وغير ذلك. فالذكر إذن يكون متعلق بالقلب واللسان والجوارح. والذي يظهر من حديث عائشة أن مرادها ما يتعلق باللسان، ما يتعلق باللسان، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما. وقولها على كل أحيانه يعني على كل حين يمر به، وهو بمعنى قولها، وهو بمعنى قول القائل على كل أحواله، يعني قائما وقاعدا وعلى جنب، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء ليفيد أنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان على طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام
حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر، فهذا من باب الاستحباب وليس من باب الواجب، بمعنى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر، ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا إثم عليه ولا حرج عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتفرع على هذه الفائدة أن ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم، يعني أن روايتها مرجحة لأنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.